pushing you away while I want you to stay. I'm lacing cold as ice, but my heart still beats. When I say no, it's yes, I'm putting you to the test. ويقول لها انت مبسوطه؟ تقول له ايوه، انا معايا مهمه جديده، لو عملتها هكون في قسم التخطيط. ويقول لها ليه روحتي مع شا؟ تقول له اختي هي اللي خدتني هناك. يقول لها مش قلتلك ابعدي عنه؟ تقول له انا شايفه ان شا شخص كويس. يقول لها ما مرتش غير ايام قليله وانتي خلاص بقيتي مفتونه بيه. تزعق وتقول له انت بتقول ايه؟ يقول لها انا قلتلك ابعدي عنه. تقول له انا هروح احضر ليك العشاء وتمشي. ينده عليها بصوت عالي، ما تردش عليه، وتجيب الاكل تحاول تفتح الباب تلاقيه قافل الباب، وتقول له انا هسيب الاكل على الباب لو كنت مش عايز تشوفني، وتسيبه وتمشي. يوم يفتح الباب يلاقي اخوه في وشه قدام الباب، يمسكه ليه ويزقه ويقول له انت عايز مني ايه؟ يقول له شيء يا اخوه، انت شايف نظره العجز اللي في عينيك بعد جوازك؟ لما تكون اعمى ما قداميش حاجة غير إني عاوز أعتني بيك. يقول له اسكت، ويكمل كلام وشا ويقول له بس أنت مش لطيف معايا، وأنا مش هظلمك، لو كانت لو هي تشينج أو أيا كان هي مين أكيد هتعتني بيك. يتعصب ليه ويضربه ويقع، وتيجي لو ويقول لها ساعديني في رعاية أخويا لأن هو مش مستقر عاطفيا، ويمشي. وتقول له أمه هو ضربك ليه؟ ما قومتهوش ليه؟ كان ممكن يكسر رجلك. وتيجي لو تطمن على شيا ويقول لها كل ده خطأي أنا، ما كانش لازم أغضبه. تسأله لو هو إيه اللي حصل؟ يقول لها أنا كنت قدام الغرفة بتاعته وشفته بيبعد الأكل برجليه، فسألته هو أنت بتعمل كده ليه؟ فضربني بس كده. تعتذر ليه، يقول لها لا عادي، دي مش أول مرة يعمل كده، هو أنت ممكن تساعديني إني أعالج جرحي؟ تقول لها أمه هو اتضرب علشانك، ما تتحرجيش يا حبيبتي وتغيري له على الجرح، وبعدين تغير له على الجرح. وتمشي. وتقول له أمه لو راحت وسألته إيه اللي هيحصل أكيد هيقول لها. يقول لها ما تقلقيش هو عمره ما هيقول لها. وتروح له لجوزها وتدي له الأكل، يقول لها من بكرة هتاخدينا تفسح بعد العشاء ونامي معايا في نفس السرير. تقول له أنا هنام على الكنبة. يقول لها الغرفة بتبقى برد علشان كده أنا محتاجك جنبي، وكمان محتاج السرير يتدفى عشان تدفي سريري. تستغرب وبعدين تنام جنبه. ويقول لها هي دي طريقتك علشان تدفي السرير؟ ويقرب منها تتصدم، يحاول يقبلها ويرن تليفونها تبعد عنه بسرعة وتكون صاحبتها، وتقول لها بعد انفصالك عن سو لقيتي منزل جديد؟ أنا صراحة عايزة أشوفك. وما يعرفش ينام لأنها بتتقلب كتير جدا وتحط رجليها عليه وكمان ايديها وتفضل تلمسه. تصحى تلاقي رجليها عليه، تبعد بسرعة وتقول له نمت كويس؟ يقول لها زي انام وانت ضربتيني كده. تتحرج وتمشي بسرعة، ويقول في نفسه انت بنت غبية جدا. وتروح الشغل، ويقول اصحابها في الشغل ان لو عندها طلبية جديدة لو نفذتها هتكون في قسم التخطيط على طول، وان الرئيس شن خطيب اختها هو اللي عمل كده، اكيد بيحبها لان شغلها عمرها ما يخليها تروح هناك. تسمعهم وتتعصب وتقول لهم انتوا بتقولوا ايه؟ سمعوني معاكو، ولو سمحتوا ما تسمعوش كلام اي اشاعات وخلاص، وكل شخص لازم يتحمل مسؤولية اقواله وافعاله. وتروح البيت وتقول للي انا هروح البيت النهاردة عند ابويا، وتمشي. يشوفها شيا ويقول لها ايه رأيك اوصلك؟ انت على طول لطيفة معايا ومش عارف اكلمك خالص. ويشوفهم ليه، يحاول يتصل بيها لكن بيقول ده أنا حتى مش معايا رقمها. توافق يوصلها، ويتعصب جوزها ويكلمها شيا ويقول لها هو ازاي أخويا سابك تروحي لوحدك؟ تقول أنا متفهمة لأنه مريض، وبالنسبة لحفل خطوبتك إيه هي طلباتك بالظبط؟ يقول لها عيد ميلاد خطيبتي 3/12 وهي بتحب البرقوق ممكن تجيبيه، وعايز الحفلة تكون شعرية جدا. تقول 3/12 وبعدين تفتكر إن الرقم السري لتليفون جوزها 3/12، ويعني دي أكيد مش صدفة. وتروح البيت يقول لها أبوها 3 مليون أنا هخليهم عشان مهر أختك. تقول له لو أنت عارف إن أنا هنا علشان 3 مليون، أنا وافقت على الجواز علشان الفلوس بس. تقول لها أمها فلوس فلوس، خدي نص الفلوس على الأقل والباقي المهر أختك، ولا عايزة العيلة التانية تبص لأختك باحتقار؟ اعملي كده يا حبيبتي علشان سعادة أختك. تقول لها لو
أنا بسببها رحت هناك واتجوزت واحد مش بحبه. تقول لها أختها ما تزعليش أمك وأنا أصلا رفضت الفلوس. تقول لها اقسمي كده من غير المليون ونص هتكوني بائسة. تتعصب وتقول لها أمها إزاي تتجرأي تقولي كده لأختك. تصدقي مش هديكي ولا جنيه. وتقول لول باباها لو ما رجعتوش فلوسي مش هيكون كويس وتمشي. يمسكها جوزها يقول لها انت اخترت تروحي معاه ليه؟ تقول له هشرح لك وكنت معتقد ان بنت بتغازل من ساعة ما اتجوزتك. انا ما عملتش اي حاجة غلط وبتمنى انك تحترمني. يقول لها معتقدة اني بتكلم بوقاحة لكن شيا هو احسن واحد بيتكلم. تقول له انت مفكرني بفكر كده؟ الشخص اللي خانك هي شينج. انت شايف انا لو لكن هو اتكلم عن حفل خطوبته مش حاجة تانية. انا عايزك مبسوط بس. يحضنها يقول لها ما تسيبينيش تاني ويناموا. يجي لها رسالة من سو حبيبها الاولاني يقول لها انا ندمان ويشوف جوزها التليفون ويرد عليه ويقول له هي نايمة علشان تعبانة. وتاني يوم في الشغل يجي لها حبيبها القديم سو ويمسكها تبعد عنه وتقول له انت بتعمل ايه؟ يقول لها انا عايز نرجع لبعض. تقول له مش انا قلت لك قبل كده؟ لا. يقول لها انا كلمتك امبارح ورد عليا حبيبك. تقول له انت بتقول ايه؟ هو مش بيشوف ازاي هرد عليك؟ يمسكها جامد ويقول لها هو انت مع شخص معاق كمان؟ تبعد ايده وتقول له انت اللي معاق وابعد عني. ويحاول يمسكها تاني يقول لها انا عارف انك لسه بتحبيني. ويجي شن ويضربه وياخدها يروحوا المكتب سوا ويقول لها شن هو حبيبك السابق ما تخليهوش يطردك تاني. وتقول له في ناس بتتكلم علينا وانا بحترمك علشان انت هتبقى صهري في المستقبل يعني جوز اختي. يقول لها انا عارف كل الشائعات. تقول له يعني انت اللي نشرت الشائعات دي؟ وتتصل بشيا اخو جوزها وتقول له اشرح لسيد شين ليه انا مسؤوله عن حفل خطوبتك. يقول لها لانك مرات اخويا. يتصدم يقول لها مش انا اللي نشرت الشائعات دي. ويجي لها اتصال وتمشي من غير ما تسمعه. تيجي شو وتقول لها المديره ان له مع السيد شين من نص ساعه وممكن ما ترجعش. تقول لها اكيد هما بيتكلموا عن الشغل. تقول لها ده في اشاعات ان هو بيحبها وبعدين بيحاول شخص يدخل دار المسنين بالعافيه. تقول الممرضه انت ما عندكش اذن. يقول لها انا هدخل بس ومش هعمل حاجه. تقول له بس سلوكك غير كده. وتشوفهم لو وتروح لهم يحاول يمنعها شين ويقول لها انا هروح معاكي. وتروح لوحدها ويتصل شين بشيا اخو جوزها ويقول له ويقول السكرتين لي ليه الدكتور بيقول لك انك هتخف قريب. يقول له ليه ما تقولش لجدي. واتصل شيا بلي ويقول ان له في خطر وانا هكون معاها. يساله هي فين ما يقولوش ويجري عشان ينقذها. يقول له السكرتير ما تنساش الخطه الكبيره ركز عليها. يقول له ليه انا مش عارف هي فين. يقول له السكرتير انا عارف لو سمحت ارجع انت. ويحاول يدخل الشخص بالعافيه تمنعه له ويقول لها انت مين. تقول له انا المديره. يقول لها انتهى عقد الايجار للدار دي انا عايزه دلوقتي. تقول له انا هقدر اديك مليون ونص. يقول لها لا 3 مليون وهديك يوم واحد بس لو ما جبتيش الفلوس بيعي نفسك ليا. تضربه بالقلم ويأمر اصدقائه يضربوها وتفقد الوعي. ويجي شيا اخو البطل ويقول له هتاخد امرأتي فين. صدم الولد ان شيا ويسيبها ويقول له هي حبيبتك؟ يقول له ايوه هي حبيبتي. ويقرب منها ويقول هي جميله جدا. ويوقف السكرتير سياره شيا وياخد له ويروحوا البيت. واول ما تشوف لي تحضنه وتقول له انا اسفه علشان خليتك تقلق. يقول لها انت اتطردتي من الدار؟ انا اسف علشان ما جددتش العقد. تقول له ده عايز 30 مليون وانا معايا مليون ونص بس ومش عارفه اعمل ايه. يقول لها هو دار المسنين مهم ليكي جدا؟ تقول له انا اتجوزتك بس علشانه. يقول في نفسه انا فهمتها غلط. وبتكون بتدعك رقبتها يمسكها هو. تتصدم وتقول له هو انت بتشوف؟ يبص لها يقول لها ايوه. وبعدين يتصل ليه بيو علشان يجدد عقد دار المسنين ويوافق يو. وفي الشغل تقول له للموظفين فين تصميم الخطوبه. يقولوا لها ما صممناش حاجه. ويروح علشان يعملوا اجتماع علشان التصميم. وتقابلها المديره تقول لها انا مش بساعدك انا بكرهك لكن بكره اختك اكتر. وهم رايحين الاجتماع يقابلهم شين ويطلب من لو تروح معاه وتشوفهم المديره. ويقول لها انا اول مره اشوف بنت بتتخانق مع رجاله كتير ما كنتيش خايفه؟ تقول له ساعات لازم نعمل حاجات
بغض النظر عن مدى خوفنا. وتسأله هو أنت مش خايف من الشائعات اللي بتنتشر عننا؟ يقول لها أنا آسف أنا ما فهمتكيش كويس. وبعدين واحد يبعت صور لأختها لو معشان خطيبها، وبعدين البنت تقول لأمها، وتقول أمها أنا عندي طريقة علشان تكون البنت دي مطيعة، وتروح لو البيت تلاقي أمها مع حماتها وتقول لها أنا جيت عشان أقول لحماتك إن أختك مش موجودة معاكي في الشركة بتغبي خطيبها قدام كل الناس، وأنا شفت صور ليكي. تقول لها دي مجرد صور. تقول لها حماتها لو أنت اعترفتي بخطأك مش هقول لجوزك، وتقول حماتها للخادم انده جوزها ويجي ليه، وتقول لأمه مراتك ليها صور مع واحد تاني اسمه شين. يقول لها أي نوع من الصور؟ تقول له كانت النهاردة وكانت مع واحد شاب، ويبص ليها بكل حب، وكمان رئيس شركتها اللي بتشتغل فيها، وكمان هيبقى جوز أختها المستقبلي. يقول لها دي أكيد صور متركبة، ويقول لحماته أم لو على فكرة أنت مدينة ليها بمليون ونص، هاتيهم ولا أقول لجدي؟ وتتصدم وتقول له هجيبهم بكرة ويمشي. Keep pushing you away while I want you to stay. Amazing God is eyes, but my heart still beats.